الكلمة الآن إلى الجزائر. ممثل الجزائر المفقر تفضل. شكرا السيدة الرئيسة. أولا اسمحي لي أن أشكرك على عقد هذا الاجتماع، وأود أيضا أن أعبر عن تقديرنا للسيدة إلسي برانس كيريس والسيد بولسون والسيدة مسوية. نشكرهم على هذه الإحاطات القيمة بشأن هذه القضية المركزية. فالوضع السائد في غزة يتدهور وبشكل مأساوي، وهذا الأمر كنا نتوقعه. فتنتشر المجاعة اليوم بين الفلسطينيين الذين عانوا الأمرين، كما أن المنظمات الإنسانية لطالما دقت ناقوس الخطر وكانت تصدر إنذارات طارئة، وتبقى بينما تبقى الأسرة الدولية عاجزة عن وضع حد للقمع الذي تمارسه قوات الإسرائيلية المحتلة. كما قال فخامة الرئيس تبون، أقتبس يبين هذا العدوان وبشكل واضح إخفاق المجتمع الدولي في تطبيق القواعد المعتمدة وعلى الصعيد الدولي. نهاية الاقتباس. فالوضع الإنساني الكارثي في غزة هو ليس صدفة، ولكنه نتيجة سياسة حرمان مقصودة تفرضها القوة القائمة بالاحتلال. وكما أشار المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالحق في الغذاء، وأقتبس، في 29 أكتوبر 2023 أعلنت إسرائيل عن حملتها للتجويع، حملة التجويع ضد غزة، وبحلول ديسمبر كانون الأول شكل الفلسطينيون في غزة 80% من الأشخاص الذين يعانون من المجاعة على الصعيد الدولي، أو الذين يعانون من جوع كارثي. فنحن فتاريخ ما بعد الحرب لم يسجل بتاتا هذا المستوى من الجوع بشكل سريع وبشكل كامل. نهاية الاقتباس. فهذه التقارير المخيفة تؤكد على هذا الحرمان وهذا الوضع الخطير الذي يعيشه الفلسطينيون، وخاصة في شمال غزة. فالفلسطينيون يموتون من التجويع ومن المجاعة حرفيا، ويشكل ذلك استخدام واضح للتجويع كوسيلة حرب، ويعتبر ذلك يشكل ذلك جريمة حرب. السيدة الرئيسة، لا يمكن للكلمات اليوم أن تعكس المآسي والفظائع التي يعاني منها المدنيون في غزة وخاصة في شمال القطاع. فالنية الكامنة وراء هذه السياسات باتت واضحة وضوح الشمس، والهدف هو إفراغ شمال غزة من سكانه. فهذا لا يعتبر توقع أو إسقاطات، بل يعكس ذلك سياسة مكرسة وتعترف بها إسرائيل بشكل مفتوح، وهي تهدف بشكل سيستماتيكي إلى تهجير الفلسطينيين من هذه المنطقة. وأشارت قوات الدفاع الإسرائيلية وبكل وضوح، وأقتبس، لن يسمح للفلسطينيين أن يعودوا إلى ديارهم في شمال غزة. وينتهك هذا الموقف وبشكل واضح قرارات مجلس الأمن، بما في ذلك القرار
2735، وهو يضمن حق المهجرين بالعودة إلى ديارهم. ولتنفيذ هذا المقرر، في السادس من تشرين الأول أكتوبر 2024 أعلنت إسرائيل أن شمال قطاع غزة هو منطقة قتال، وأصدرت إسرائيل أوامر للمدنيين بالإجلاء. وأطباء دون حدود، Médecins sans frontières، أشاروا إلى أن موظفيهم محتجزين في جباليا أقتبس لا يسمح لأي شخص أن يدخل أو يخرج. أي شخص يحاول أن يخرج أو يتحرك يطلق النار عليه. في شهر تشرين الأول أكتوبر الماضي خضع المدنيون في شمال غزة إلى الحصار، ولم يتم التأكيد على إيصال أي مساعدات إنسانية. ومن حاول الحصول على هذه المساعدة تم استهدافه. والوضع في كل قطاع غزة كارثي ومخيف. وبالرغم من النداءات المتكررة من المجتمع الدولي، وبالرغم من القرارات التي اعتمدها هذا المجلس، وبالرغم من الآليات المعمول بها، الآليات الأممية المعمول بها، لم يتمكن إلا 37 شاحنة من الدخول إلى غزة يوميا أثناء تشرين الأول أكتوبر. أود أن أذكر أن أكثر وعددها كان يتخطى 500 في العام الماضي. وفي شهر تشرين الأول أكتوبر، هذا الشهر شهد المستويات الأدنى للوصول الإنساني إلى غزة. ولجعل الأمور أسوأ، لم يتم منح أي إذن للمواد الغذائية من قبل السلطات الإسرائيلية. السيدة الرئيسة، في خضم هذه الأزمة قررت السلطات الإسرائيلية المحتلة أن تضع حداً لعمليات وكالة الأونروا في الأراضي الفلسطينية المحتلة. ويشكل ذلك تدبير للعقاب الجماعي ضد الشعب الفلسطيني، وهذا الشعب الذي يعتمد بشكل كامل على هذه الخدمات للبقاء على قيد الحياة. وهذا التدبير زاد من مآسي الفلسطينيين ويحرمهم من حقهم في الحياة ويحرمهم من كرامتهم. حيوات الأطفال والنساء والمسنين، حياة كل مدني في شمال غزة تواجه مخاطر وشيكة. لا يمكن أن نترك هؤلاء الأفراد يواجهون بمفردهم قوة الاحتلال الإسرائيلية التي لا تحترم أي قواعد ولا تحترم مسؤولياتها المرتبطة بالحياة البشرية. اسمحوا لي أن أذكركم بأن وزير التمويل، وزير المالية الإسرائيلي أكد وأقتبس: قد يكون من العدل ومن الأخلاقي أن نجوع سكان غزة الذين يبلغ عددهم 2 مليون نسمة نهاية الاقتباس. ونحن كأعضاء في هذا المجلس لابد أن نحترم واجباتنا الأخلاقية والقانونية على حد سواء، ولابد
من أن نعتمد وبشكل فوري القرار المقترح من الأعضاء المنتخبين في هذا المجلس وبقيادة من غيانا وبقيادة غيانا. ما من وقت لا يمكن أن نسمح لأنفسنا بأن نضيع الوقت. فيحذر تقرير التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي أقتبس الإخفاق في الاستجابة لهذه النداءات في الأيام المقبلة سيفضي إلى تدهور أكبر للوضع الإنساني، وسيفضي ذلك إلى عدد إضافي من القتلى بين المدنيين، حالات وفاة كان يمكن أن نتفاداها نهاية الاقتباس. لابد لهذا المجلس أن يتحرك الآن وبشكل حاسم لكي يضع حدا أو لتوصل إلى وقف إطلاق النار بشكل فوري ومن دون أي شروط مسبقة، ووقف إطلاق النار دائم. لابد من أن نضع حدا لعملية العقاب الجماعي ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، ولابد من أن نحترم التزاماتنا بموجب القانون الإنساني الدولي. شكرا السيدة الرئيسة، شكرا لممثل الجزائر الموقر على هذه المداخلة.